استاذ عبده برضو يعني نفهم منه. استاذ عبده رضوان رئيس شعبه الاسماك في بورسعيد، اهلا بيك مره تانية. اهلا بيك فاطمه. اهلا بيك. ايه اللي بيحصل عندكم في بورسعيد؟ الناس زعلانه وقاطعت. والله انا بشكر الاستاذ وسام صاحب المبادره الجميله ديت، وبشكر طبعا بلدي بورسعيد اللي ساعدتنا وكتفتنا ان احنا ننزل 50%. طب ما عملناش كده من بدري ليه قبل المقاطعه؟ انا بقول لك احنا كنا محتاجين المكاتفه ديت. ازاي؟ اشرح لي. ازاي يعني؟ ايه السر ورا الاسعار المبالغ فيها دي؟ ايه السبب؟ السر اللي هو الموضوع دوت، بالنسبه للتاجر بيبيع لصاحب المركب وبيبيع لصاحب المزرعه، بياخد منه هو عموله 6% تاجر الجمله. يعني جاب قليل، جاب رخيص السعر، هو ده عموله وبس. معلش اشرح لي تاني. السمك هيطلع عن طريق صحاب المراكب. اصحاب المراكب بيودوا التجار الجمله. حلو. واصحاب المزارع بيودوا التجار الجمله. حلو. وبتيجي البياعين بتاخد التجار الجمله بالمزاد. جميل. المفروض انه النسبه بتاعت تاجر الجمله اللي بياخد من صاحب المركب المفروض يحط نسبه كام في الميه زياده على السعر؟ بياخد 6% حسب ما يبيع لصاحب المركب او لصاحب المزرعه. ماشي. وفي 6% الاخر الدخل لصاحب المركب او لصاحب المزرعه. كويس، ادي كده 6%. بعد كده تاجر الجمله يبدا يدي للتجار الاصغر عن طريق المزاد. وهو بقى التاجر الصغير ده اللي هو البياع الصغير، التاجر دوت بيشتري بالمزاد قدام تاجر الجمله، والصياد اللي هو صاحب المركب صاحب المزرعه بيتفرج على الشغل وهو بيتباع. ماشي. وحسن طبعا البياع طبعا تعرف المعروض دايما اقل من المطلوب الايام ديت. ليه؟ لان الانتاج قليل، فطبعا كل بياع له زبونه. عايز ده، عايز الكميه دي، عايز الكميه دي، عايز الكميه دي، فطبعا ده بيزود. بس استاذ عبده، حتى في عز الموسم يعني في نوفمبر وفي ديسمبر وفي يناير السمك غالي برضه. وهو لو السمك يعني في عز الموسم الاقي السمك غالي، مش في الموسم الاقي السمك غالي، كده في حاجه غلط. المنتج، ما المنتج كتير، كل واحد ياخد كفايته، فمش هيجيب السعر هينزل. لكن لو الحاجه قليله بيزودوا على بعض. دي معادله مفهومه. اللي انا بقوله ايه؟ اللي انا بقوله ان احنا حتى في الموسم بتاع السمك، في انه في شهر 11 و12 ويناير بيبقى السمك كتير وبرده غالي. مش مغطي. احنا اصلا في بورسعيد رقم واحد عندنا اكل السمك. كويس. انا فاهم. ظهرت امتى؟ منبضه الاستاذ مسام لما عملها والشعب اتكتف معانا. بدات الناس تخف اكل السمك، فلما خف اكل السمك وبدا السعر ينزل لوحده. كويس. البياع ما عادش بيشتري لان ما عادش هيبيع زي الاول. حلو. البياع دلوقتي طالما قادر ان هو يبيع الكيلو ب 250 بيقدر يبيعه ب 150. طب ما كان عمل كده من بدري. لا، هو طالما الزبون قبله وبياخده فهو بيشتري. يعني هو اي افترا والسلام؟ لا بيشتري، لا بيشتري عشان زبونه عايزه. لو هو ما خدوش غيره هياخده. فاهمني برضه؟ هو مش فاهمني. مش فاهمني. ده ما بيحصلش في الدنيا. يعني ايه؟ يعني اصل انا مش افضل اغلي 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 طول ما الزبون بيسحب. دي حاجه غريبه جدا بتحصل عندنا. لا، هو في حاجه اسمها انه مثلا والله انا بنزل ابيع السمك في المزاد، انا كتاجر جمله انزل المزاد، فانا بحط السعر الاولاني بقول والله الطاوله على كذا، فببدا من سعر حنين. أيوه. تحصل المزايده. يقول له لا بكذا. ما هتحصل المزايده، مفهوم، الصبح بدري بتحصل المزايده. بس المفروض جدلا ان التجار لما بيجي يزود، ما انا ما بعليش في المطلق، عمال على بطال. يعني المفروض بفضل اعلي لبعد شويه احس انه ما ده مش هيتباع. صاحب المزرعه او صاحب المركب المزرعه ما هيروح لواحد تاني، هيروح لبلد تانيه يشتغل. دي المشكله عندنا، لان الانتاج قليل. طب ما هم كده خسروا. واحنا ما هو كده هيخسر، السمك هيبوظ. المبادره ديت يعني فوت، يعني الحمد لله شعب مساعد اخد باله من الكلام دوت، والاستاذ وسام طبعا بسم الله ما شاء الله ده بالموضوع 10 على 10، وانا عارف اللي هو متابع يوميا في السوق. فبدات الناس الوقت اللي كان بيبيع مثلا 100 كيلو، وقت بيبيع 20 كيلو، فاصبح السمك بقى كتير، فلازم السعر ينزل.